تطل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها قريبا بألبوم جديد يحمل نحو 10 أغنيات حديثة ويصدر في عيد الفطر السعيد. بيصدر تقريبا على عيد الفطر، يعني بعد ما سميته بعد، بيتضمن يا 10 يا 11 أغنية. بيميزوا أنه كل سنة أكيد يعني بعدني بيروح نانسي عجرم اللي الناس حبتني فيها، بس أكيد في تنميع. يعني الأغاني في عندي في بعدة لهجات، في باللهجة اللبنانية وباللهجة المصرية وباللهجة الخليجية. وفي مقابلة خصت بها CNN بالعربية، ردت نانسي عجرم على تساؤلات العديد عما إذا كانت ستخوض عالم السينما بثبات كما هو الحال في الغناء، فقالت: عرض علي كتير التمثيل، بس هلأ مشروع مؤجل شوي، يعني بس لحتى يكون عندي وقت كافي أنه أقدر أختار السيناريو اللي بدي خد التجربة فيه، يعني بس مؤجل شوي، بس منا فكرة مستحيلة. يعني حابة أنه يوما ما يكون عندي فيلم أو فيلمين بالأرشيف تبعي. وعما إذا كانت نانسي ستفاجئ جمهورها بنبأ زواجها قريبا، قالت: لا هلأ زواج لا. وهل في اتجاه تكوني سفيرة للنوايا الحسنة؟ إن شاء الله، يعني أنا هيدا حلم بسعى كرماله، وهذا شيء أكيد يعني نابع من داخلي. وحتى أنا هلأ بوجودي بدبي بدي أستغل الفرصة كمان أنه أروح عندي زيارة لمستشفى الأطفال بدي زورها. نتمنى للفنانة الشابة اللبنانية أن تبقى على حبها للإنسان والإنسانية. سعاد